العلمي علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب الجليلة، وهذا الكتاب كما قلنا كتاب الشريعة الأجوري، حري بكل طالب علم أن يتقنه وأن يحفظ ما فيه وأن ينشر ذلك بين الناس. والكتاب الآخر كتاب ميزان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة، كتاب الإيمان، وهذا الذي يفرق بين أهل السنة وبين المرجئة كما سيأتي بإذن الله. فنسأل الله إتمام هذه الكتب الجليلة، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم أنشر ذلك بين الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رد حامل الفخ إلى من هو أفقه منه. ونسأل الله جل في علاه في عليائه مستنم سنة السلف الصالح أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، ولولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس ما عقدت وما جلسناها. فنسأل الله جل في علاه أن يشكر لهم حسن صنيعهم معنا، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص لأن تكون هذه ابتغاء وجه الله الكريم وعملا لنصرة سنة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي بالكلام على خطر الفكر الضال الضار، شره مستطير معروف، وهو فكر الخوارج الذي قد بين المسلم أنه لا ينتهي ولا ينقطع حتى أخرج من يخرج معه الدجال. قبل أن ننتهي ونبين أن المطلب الأسمى المقصد الأعظم ليس هو شر الانتقام ولا تتبع العثرات، بل هو تمني الخير لكل الناس. رحمة الله جل في علاه أوسع من كل شيء، ونحن الأمر الذي لا بد أن نتبناه أن ننشر ونبين للناس بأن أبواب التوبة مفتوحة، وأن أبواب الرحمة لا تنغلق بحال من الأحوال، وأن الله جل وعلا قد رجانا في رحمته حين قال: رحمتي وسعت كل شيء. بل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة مهداة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الله جل في علاه وصفه الدقيق كيف كان يتقطع وتتقطع أوصاله إن صح التعبير بكفر الكافر، فكيف بالمسلم الذي زاغ وحاد عن الجادة. يقول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد تقطع من أجل هؤلاء. لذلك نقول نحن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس، نبين كيف العلاج بعدما نبين مضار هذا الفكر الضار، وكيف علاج هذه الأفكار الدخيلة علينا من كل حدب وصوب. لكن قبلها دايما نقول إخواننا لابد أن يستمروا في الطلب. الذي يميز طالب علم عن الآخر هو الاستمرارية. يعني احنا معنا أخ تلون أكثر من مرة، يعني مرة لأنه كان يقع سريعا في أعراض العلماء حجب عن العلم، ثم كف عن ذلك فالله جل وعلا منحه أن يأخذ العلم، ثم عن ذلك تلون مرة أخرى لكن بطريقة أخرى وأيضا حجب عن العلم. وهذه مصيبة كبرى، يعني الإنسان ينظر في هذا الحال الذي يراه حتى في طلبة العلم يخشى على نفسه، فالقلب متقلب. والله جل في علاه هو الذي يمسك بقلوب العباد، والله أعلم بسوء الطوية أو حسن الطوية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر نفسه ويذكر الأصحاب ويقول: لا ومقلب القلوب، يبين أن هذه القلوب تتقلب والذي بيده القلوب هو الله جل في علاه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أيما قلب أزاغ أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه وأقامه سبحانه جل في علاه. لذلك كان صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقلنا إمامنا الشافعي كان يبين من أهم ميزات طالب العلم، قال على الصبر والاستمرار، قال: وطول زمان. فطالب العلم يعرف بأنه يتقن بعد طول زمان، يعني لما تمكث أكثر من 50 سنة تدرس على معلم وشيخ متقن كيف تكون بعد ذلك أنت. فالاستمرارية لطالب العلم هي العلامة المميزة له عن غيره. ولذلك أنا أقول دائما كان شعبة والثوري كما قلنا تعجبوا من كثرة من يجلس مجلس التحديث 3000، قال لو يخرج منهم 3. وابو داود يقول: قد رأيت سعشت حتى رأيت 3، مع أنها كانت كثرة كثيرة في القرون الخيرية. فما بالنا نحن في هذه الأوقات ونحن في قلة حتى في طلب العلم. 3 خرجوا للحرص والاستمرار، والطريق واحد، لابد أن يتساقط الناس والله يختبر العباد، لأن كل من ادعى شيئا الله جل وعلا لا يجعله يفوت هكذا، لابد أن يختبر. من ادعى شيئا فلابد أن يمتحن. رأيت قوما قد ادعوا محبة الله جل وعلا فامتحنهم الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك من طلب العلم وكان صادقا حقا يريد الله ويريد نصرة هذا الدين فالله بيختبره،
اختبارات في كل حين وآن. والذي لم يبتلى فلا شك في إيمانه، كما قال الإمام مالك، أيما امرئ لم يبتلى لابد أن يشك في إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. نرجع إلى أهم ما نحن فيه الآن، الكلام على هذا الفكر وكيف علاج هذا الفكر، لا سيما وأن الأمة الإسلامية ذاقت الويلات بسبب هذا الفكر بدماء الأبرياء والتعدي على الحرمات، أيضا تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم مما أفسد في هذه الأمة فسادا لا يعلم به إلا الله. لذلك الحسن البصري لما قيل له عن هؤلاء قال هؤلاء زعموا أنهم ينكرون المنكر فأتوا بمنكر هو أنكر من هذا المنكر، فماذا فعلوا؟ أفسدوا وتبعدوا عند الله عن الله جل في علاه وزعموا القرب منه، فهم ما ازدادوا عن الله إلا بعدا، وما ازدادوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقمة، ولا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مذمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعمل دين الله حقا. فنكمل اليوم الدرس على هذا الباب حتى ننتهي منه وندخل في الباب الذي بعده. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها فقال يا محمد اعدل. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت أو لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. جزاكم الله خيرا. هذه الفرقة الضالة فرقة الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وعلى المسلمين يكفرونهم ويستبحون دماءهم وأموالهم، هذه الفرقة الضارة وشرها مستطير. هؤلاء الأغرار الأغمار كانوا على اضمحلال العلم مع التجرؤ على الأعراض وعلى الولاة، هؤلاء مع زيغهم وانحرافهم عن الجادة فهم أشد الناس عبادة، وهذه العبادة لم تشفع لهم عند الله جل في علا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حتى ارتاد فيهم بعض الفضلاء من الصحابة ومن التابعين عندما كان يسمع لهم دوي كدوي النحل، وكان بعض الصحابة مع علي بن أبي طالب ورأى منهم من الزهد والعبادة والتقشف ما جعله يتراجع بعض الشيء حتى دفعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا من فطنة المصنف أنه بين ذلك، قال لا يولنك الأمر من عبادتهم ومن شدة عبادتهم، كما قال الحسن وغير الحسن اليهود أشد منهم عبادة وهم أضل فرقة في الدنيا بأسرع أضل أمة، والنصارى كذلك. وقد مثلنا بأن عمر المخطاب مر على رجل فوجده قائما يصلي لله جل في علاه في صومعته فبكى وقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ما ازداد اجتهادا إلا وازداد من الله بعدا. فهم حدثاء الأحلام حدثاء الأسنان صغر سن وسفهاء الأحلام مع اضمحلال الفهم مع ضيق النظر وعدم الإتقان،
يأخذون بظواهر الآيات ويقلبونها ويأخذون الآيات التي نزلت في أهل الكتاب وفي الكفار فيجعلونها في أهل الإيمان وأهل الإسلام، كما قال ابن عباس لما سئل عنهم قال هم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، هم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، لذلك القرآن حمال، فكانوا يأخذون الآية يضعونها في غير موضعها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال ووصف الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقالت عائشة هؤلاء الذين إن وجدت من يجادلون في القرآن فاعلم أن هؤلاء من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، وهؤلاء يجادلون في كتاب الله جل في علاه عن جهل لا عن بصيرة، لذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بل وأباح قتلهم. لذلك أنا واقف مع هذه المسألة لأننا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نفرق بين القتال والقتل، قد يستباح القتال ولا يستباح القتل، وقد يستباح القتل ولا يستباح القتال، العكس بالعكس. أما استباحة القتال فقد وجد، لأننا نقول ليس المقصود القتل بل المقصود التهذيب، رد وزج الباغي الطاغي وتعليم العاتي، وليس المقصود هو قتل النفس أو إزهاق النفس، وهذا ظاهر جدا في الطائفة الباغية. قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، هذا إباحة القتال وليس إباحة قتل كما سنبين، فقاتلوا التي تبغي حتى، هذا هو الآن المسألة إلى غاية، حتى تفيء إلى أمر الله، فأباح القتال. وقلنا أما إباحة القتل فضيقة جدا لأن الشروط كما قال علماؤنا وكما فعل علي بن أبي طالب في موقعة الجمل وصفين أنه نهى عن تفريف الجريح وأن من فر لا يتبع وأن من ألقى سلاحه لا يقتل، لأن المسألة تهذيب، المسألة رد الناس إلى الجادة إلى الطريق القويم والشرع والنهج القويم الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات، وليس المقصود القتل بل الأصل أن دماء أو دماء أهل الإسلام على العصمة مهما كانت الحيدة ومهما كانت الضلال ومهما كانت البدعة التي يتدعونها لم تكن مكفرة فما زال على عصمة الإسلام، عصمة الدم. الإسلام يحرج جدا على مسألة سفك الدماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن أي المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح شرف على الهلاك. ولذلك ورد بسنة صحيح ابن عباس وقد ورد مرفوعا وحسنه بعض المحدثين بأن السلام طاف بالبيت وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. وقد قال أن السلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال السيد الزاني، وهذا الرجل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام والرجل للسيد، فقال السيد الزاني والنفس بالنفس قصاصا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا الردة يقتل بالردة، فهذه الأحوال فقط التي قد أباح فيها الإسلام الدم المعصوم، فالأصل دم المسلم معصوم. لكن الإشكال كل الإشكال بعدما فرقنا بين القتال وبين القتل بأن النبي قد أباح قتالهم وأباح قتلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل اعدل فإنها قسمة لا يرد وجه الله، حاشا لله حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فقال أن المسلم يخرج من ضئب هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم أو حناجرهم، ثم قال أن المسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال فمن لقيه في رواية قال يمرقون من الإسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون الإسلام كما يمرق الأسهم النظامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيهم قتلهم أو قال فمن لقيهم فليقاتلهم فإن في قتلهم أجرا أو قال إن قتلهم أجر عند الله جل في علاه. ورد في بأسانيد منقطعة تعاضدت بالشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب أهل النار،
أو كلاب النار، الخوارج كلاب النار، كلاب النار. أبو أمامة بعض العلماء يرى أنه الوحيد من الصحابة الذي كفر الخوارج، لأنه مر عليهم فوجد منهم قتلى، فبكى بكاء شديدا وقال يا لله، ثم نظر ما فعل الشيطان بهؤلاء، كيف يلعب الشيطان بهذه الأمة، ثم قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت سقف السماء، شر قتلى تحت ظل السماء. فلذلك بعض العلماء فهم منه أنه يكفر هؤلاء، وإن كان رايح لهم ليس بكفر كما سنبين. الغرض المقصود قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتلهم، لما؟ لأن الفساد مستشري بهؤلاء، هم يرجعون على أهل الإسلام بالتكفير، وأيضا يستبحون دماءهم وأموالهم، يعني يجعلون الآيات التي نزلت في أهل الكفران على أهل الإيمان. وأنا ضربت لكم مثلا بالجهل المركب الذي كان فيهم في الأسبوع الماضي، لما مر عليهم الصحابي مع زوجه وهي حامل فقتلوه وقتلوا زوجه وبقروا بطنها، وبعد ذلك يتورعون أن يأخذوا تمرة لأنهم لم يستأذنوا صاحب الإسلام. أي خذل في العقول هذا، أي ورع كاذب وتنطع كانوا فيه هؤلاء. ذلك كما قلت ابن عمر دهش اندهاش عظيم جدا لما أتوا أهل العراق يسألون عن دم البعوض، في فدية؟ أنا محرم، هل دم البعوض فيه فدية؟ فابتسم مغضبا فقال سفكوا دمي بنت رسول الله تسألونني عن دم البعوض. تنطع تجد فيهم هذا التنطع، لما أشرب من الماء يقول هذا بدعة، لا ما نشرب من هذا، عندهم غلو تنطع. وقد هلك المتنطعون على قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقد بينا ذلك سلفا. غرض المقصود أباح الإنسان قتلهم وقتلهم لما فيهم من فساد، ولكن أيضا نقول هذا الحديث فيه إجمال، وأعظم من فصل وفسر لنا إجمالات هذا الباب في الحكم عليه وفي التعامل معهم حتى قتالا هو علي بن أبي طالب، فلا نعدوه بحال من الأحوال ولا نتجاوز ما فعله علي بن أبي طالب وما اعتقد فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فأحد الناس الأحق والأصح عدم القتل إلا إذا وجد ولي الأمر أن فساده استشرى وأن خلفه الأمم يعني ينتحلون هذا المذهب ويفسد السلاح في الأرض. هذا باب آخر سنرسله إن شاء الله في ختام الباب. إذن أباح الإنسان قتلهم بقوله توبة لمن قتلهم أو قتلوه، وقال الإنسان فمن لقيهم فليقاتلهم فإن في قتلهم، أو قال فإن قتلهم أجر عند الله جل في علاه. وأباح كما قلنا القتل لأنه قال لو أدركتهم لقتلتهم. هذا الإنسان الأمين الرحيم بالمؤنين الرحيم كما وصف الله جل في علاه، قال لقد قتلتهم قتل عاد وإرم. فهل إذا أباح الإنسان قتلهم وقتلهم يكون هذا على تكفيرهم، يعني يكونون كفار، ويكون هذا القتال أو القتل بالاستباحة بهذه الطريقة من الأمرين هل تكفير لهؤلاء؟ قال به بعض العلماء، قال ما أباح الإنسان قتلهم وما أباح قتلهم، يعني نزفف حتى على الجريح، وما أباح قتلهم إلا لأنهم كفار وليسوا من الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، هم ليسوا من الفرق النارية بل هم خارج دائرة الإسلام. وهذا تبناه بعض العلماء من الخلف وقالوا عندنا أدلة كثيرة تثبت كفر هؤلاء، استدلوا بقول سلم طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقول سلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار، واستدلوا بأصرح من ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أن فيها تلاوة واضحة جدا أنهم خرجوا، لأنك بالقياس السهم إذا خرج من الرمية فقد خرج، هذه الرمية هي دائرة إيش؟ الإسلام، فإذا خرج السهم خرج من دائرة الإسلام. قالوا هذا من أصرح الأدلة على تكفير هؤلاء، واستدلوا أيضا بفعل علي بن أبي طالب بقتالين، واستدلوا بكلام أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه وقال ما فعل الشيطان بهؤلاء، ثم قال كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، هذا قول أبي أمامة. واستدلوا أيضا من النظر، قالوا عندنا حديث عن سلم أظهر ما يكون في هذا الباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما وإلا حارت عليه، وهم يكفرون أهل الإسلام فلذلك تحور عليهم، لأنهم ما تراهم يكفرون الولاة أو يكفرون أهل الإسلام فحارت عليهم لذلك فهم كفار. هذا القول الأول. القول الثاني هو التوقف، وهذا تبناه رواية عن أحمد قال بالتوقف فيهم لا يدري هل كفار أو غير كفار، يقول ما أقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واقف عند ذلك. أوقفتنا الأدلة على أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، نقف عند هذا من باب الزج والرجع
والفزع والرعب إذا سمعوا أن السلام قال يمرقون من الإسلام تضرب عقولهم إلى شتى الأنحاء، كفر أو لم يكفروا، فنقف عند ذلك. وهذا ليس بسديد، لأن الحديث لابد أن يكون له ثمرة. ولذلك السلام قال ند الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حام الفقه إلى من هو أفقى منه حتى تأتي الثمرة. هذا الثمرة من تعرف الحكم من الحديث. لذلك قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهمه متنه، وفهم المت هو رأس الأمر كما أقول. الغرض المقصود قول التوقف، وهذا أضعف الأقوال. القول الثالث وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، بل ادعى بعضهم ونقل الإجماع من الصحابة، أنا أدين الله بهذا الإجماع، الإجماع من الصحابة على أن تكفيره، أنهم ليسوا بكفار. والدلالة على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هو رأس الأمر في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا دقيقا بالطائفة التي تقتلهم هي أولى الطائفتين بالحق، وهذه الطائفة هي طائفة علي بن أبي طالب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. فعلي بن أبي طالب لم يكفرهم. أنا نسيت أبين دليل آخر للأولين، لأنهم يعني تمسكوا به تمسكا عظيما، بأن الرواية التي جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون أو يخرج أو تخرج طائفة في أمتي، ولم يقل من أمتي، وبين شاسع وفرق واسع أن يقول تخرج في أمتي وأن يقول تخرج من أمتي، لأننا لو أثبتنا من أمتي فهم على كل حال من الحيدة والضلال والبدعة التي هم فيها والفكر الضار الضال، فإنهم أيضا من الأمة ما زالوا في حضيرة الإسلام، أما في أمتي فلا، لا تساعدهم على ذلك، فهم احتجوا بالرواية في أمتي. فالآخرون أو الآخرون الذي القول الثالث قالوا بأنهم ليسوا بكفار، والدلالة ذلك علي بن أبي طالب عندما قالوا لهم أكفار هم، فقال لا من الكفر فر، دلالة واضحة جدا على اعتقاد علي. وعلي في عصر ابن عمر، عائشة، الزبير، طالح، طبعا هذا الزبير كان مات قتل وطالح كان قد قتل. فالغرض المقصود كثير من الصحابة من معه من الصحابة سمع منه ذلك وما أنكر عليه أحد. قال لا من الكفر فر، قالوا من المنافقين، قال لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء ليل نهار يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم إلى آخر الحديث. فقال لا، وهذا إجماع من الصحابة. ولو كان هناك من ينكر لأنكر، حتى أبو أمامة لم ينكر على علي بن أبي طالب أنه قال من الكفر فر، من الكفر فر. ولنا أدلة أخرى تثبت أنهم على الإسلام، لأنهم وإن أتوا كفرا فمعهم المانع السد، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وهم يقولون لا إله إلا الله، بل هم يتقربون إلى الله بما فعل، زعموا ذلك، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هم يتقربون إلى الله بذلك. فالغلط المقصود هذه أدلة على عدم كفر هؤلاء، وهذا إجماع كما قلنا علي بن أبي طالب أجمع الصحابة معه أنهم ليسوا بكفار. ابن عمر أثري لا يمكن أن يهادم ولا يداهم في دين الله جل في علاه. ابن عمر كان الخوارج يأتونه، نجد الخارجي كان يصلي خلفه ابن عمر، وهذا من أسرع الأدلة على عدم تكفيره، لأن ابن عمر لا يمكن أن يصلي خلف كافر، الصلاة لا تصح بحال من الأحوال خلف الكفار، فكان يصلي خلفه. وكان الخوارج يأتونه فيسألونه فيجيب الخوارج على ما يسألون في مسائل فقهية، فهذه فيها دلالة أنه يرى أنه من أهل الإسلام وليس من أهل الكفار، وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به القوم، فآخر ما بينت لكم استدلالا لهؤلاء الأولين في قولي يخرج في أمتي، فإن هناك روايات جاءت عن السلام قال يخرج من أمتي طائفة على حين فرقة من المسلمين، قال من أمتي، ومن هنا تبعيدية دلالة واضحة أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يرد وجه الله، فقال ويحك خدت وخسرت، أو قال في رواية أخرى خدت وخسرت إن لم أعدل، ثم قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أكمله أصحابه، فسماه صاحبا على الضلال الذي هو فيه وعلى البدعة التي هو فيها،
سماه صاحبا، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه ليس بكافر. أما القتل والقتال هذه من باب المصالح والمفاسد، لأن شر هؤلاء يستطيل في هذه الأمة. فالراجح الصحيح أنهم ليسوا بكفار، هذا الذي ندين الله به، لا سيما وأن الإجماع كما قلنا واتفاق الأمة مع علي بن أبي طالب أنهم ليسوا بكفار. إذا قلنا بأنهم ليسوا بكفار فهم على ضلال، وهذا بالإجماع، وشرهم مستطير، وضررهم على الأمة ما يعلمه إلا الله جل في علاه. وأنت في واقع تشاهد الآن من الدماء الكثيرة التي سفكت بسبب ضلال هؤلاء، وأيضا بسبب تجرؤ هؤلاء على دين الله جل في علاه والقول بغير علم وتكفير الولاد والخروج عليهم. نقول هل إذا قلنا بعدم التكفير لابد من الانتقام، شر الانتقام منهم، لابد من قتالهم وقتلهم وإن كانوا يأتون معنا بالمجادلة والمحاورة؟ لا والله، ما بعثنا أو ما بعث سلم إلا رحمة للعالمين، وما لنا فرحة في أحد أن يزيغ عن الحق، بل نحن نسعى سعيا حثيثا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هؤلاء هذا من الكفار، فما بالنا بالمسلم الذي قد من الله عليه بالإسلام وهو صباح مساء ينطق بالتوحيد. فلنا أن نسعى سعيا حثيثا لدخوله في على الجادة وعلى الطريق القويم المستقيم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حين نبين كيف نعالج هذا الفكر الضار لابد أن نستقي بمن نأتسي، لأن هذا الفكر ليس مستحدثا، هو من قديم الأزل، هو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيام الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن قلنا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل، بل العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. ونحن نكتفي بأعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فاجأتهم هذه المصيبة، ولذلك تعاملوا معها تعاملا حسنا. وإذا أردنا أن نأتسي نأتسي مع هؤلاء، نحن لا نريد بكرة ولا سفك الدماء ولا نريد إجبار الناس على أفكار معنا، نحن نبين الطريق القويم والفكر الصحيح الذي يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروع ما يدرى في ذلك أن علي بن أبي طالب لم يبدأهم بالقتال وأمهلهم، وقال علي بن أبي طالب لا نبدأهم حتى يبدأوننا، وقال إخواننا بغوا وطغوا علينا، ووقف وأخذ المصحف أمام أيديهم فضرب المصحف بيده. وهذا جواز أن يفعل شيئا ممكن أن يستنكر على أحد المسلمين إن كان في معرض الإظهار وبيان الحجة والجام أو دفع شبهة الخصيم. فأخذ المصحف ضربه بيده هكذا وقال انطق انطق واحكم بين الناس. والمصحف طبعا نطق، وكانت معجزة عظيمة جدا أمام ابن الطالب ومن معه. حدث ما حدث، ما تكلم المصحف ولا نطق ولا في شيء حدث من ذلك. فهو يقول هذا ليش؟ اسمه جر الخص إلى 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 إلى, إلى, إلى مكان المنازعة، إلى محل المنازعة. هل المصحف سينطق؟ هل سيحكم؟ إذا المصحف فقال يا أبا الحسن ما هو إلا مداد أوراق، ما هي إلا حروف أمامك، مش هتنطق لو سنة تكلمت مع المصحف لن ينطق. فبين لهم قال فكيف يحكم؟ يبقى إذن أوكل الله جل وعلا بتطبيق حكمه الذي أنزله في الكتاب للرجال، لأنهم لما اصطنعوا كلمة قال عنها علي بن أبي طالب كلمة حق أرادوا بها باطلا، فقال علي بن أبي طالب بين لهم لما قالوا حكم الرجال، فقال طب من يحكم الأحكام التي نزلت في كتاب الله جل وعلا غير الرجال؟ غلط. المقصود جاء ابن عباس فقال له، وهذا أول الطريق، لابد كل ضال صدقوني الفكر يرد بالفكر أولا، يمكن أن يكون لابد من التهذيب والشد والزجر والردع، وهذا استخدمه أيضا الصحابة، لكن أول الطرق هو أن رد الفكر بالفكر حتى ترد هؤلاء، لأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى هؤلاء السواعد، الأمة الإسلامية تحتاج إلى شبابنا، لأن أكثر من ضل من هؤلاء الشباب عندهم ثورة وانفعالية، حدثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام يقلبون الأمر لا يتقنون، ما عندهم صبر غوار النصوص، لا يستطيعون إتقان المسائل ولا لملمت شمل الأحاديث والآيات حتى الفهم الدقيق لمراد الله جل في علاه، فعندهم رعونة. وهؤلاء الشباب هم النبض أو القلب النابض لهذه الأمة، السواعد حقا للأمة تحتاج هؤلاء الشباب. فلما تكون هذه الرعونة في الشباب وهناك انفعالية وثورة، إن لم تنجم هذه بلجام العلم طارت وأفسدت وضاعت وضيعت، وهذا الذي حدث، ويؤثر عليهم كل ناعق، يحرك في قلوبهم العاطفة للدين، لأننا ما خلقنا وما جبلنا إلا نصرة الدين. يا له من دين لو أن له رجال،
لكن لابد من الضبط والتوجيه الصحيح بضوابط الشرع. فلذلك انظر رحمة الله بهؤلاء ان ابن ابي طالب كان يتسامح الى اخر الحدود مع هؤلاء وخاصمهم، ثم قال يا ابن عباس ارسلني اليه، قال اخاف عليك منهم، فقال لا. وكان حسن الهيئة وكان حسن الخلق ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لا سيما انه حبر هذه الأمة، كان فقيها قريبا لبيبا، كما سنبين أن الخطوات أنت لا تركز على الدعاة وتنشرهم بين الناس أن هؤلاء هم العلماء، فضيعت الشباب، لأن الشاب لن يسمع للوعظ، هو لا يرى فيه إتقانا بحال من الأحوال. ولذلك أنت ترى كثير من الشباب ينتقد كثير من الوعاظ وأن كانوا من أشهر الناس في الدنيا ويقولون هؤلاء لا يعرفون شيئا عن العلم، لأنك إيش فعلت؟ صدرت الدعاة وجعلتهم يجهلون مكان العلماء، فغيب العالم بفعل فاعل او غيب العالم بتقصير منه، فضاع الشباب. لكن في القرون الاولى لما ارتبط الناس بالعلماء كان الخير كل الخير وكان التقدم كل التقدم، وهذا لازم بينه في العلاج. فابن عباس رحمة قال ارسلني اليه، فذهب اليه، فاول ما فعل لبس احسن الثياب واغلى الثياب، لانه يعلم انهم قوم يتقشفون يتزاهدون، بادئ ذبد. انظر الى العالم الفقيه، انت لو جيت الواعظ، الواعظ هيجلس الحياه حلوه ويمصمص وتسقفه وانتهى الموضوع، لكن العالم يعرف كيف يدخل عليه، هو يرى انهم يتزاهدون، فاحب ان يبين لهم حتى في الزهد الذي تدينون الله به وتتقربون الى الله بالزهد انتم اغبياء في ذلك وعندكم جهل مركب في ذلك. فدخل بأحسن الثياب، يريد إلماحا أولا وإشارة، الزهد ليس زهد ثياب ولا غنى ولا فقر، ممكن يكون أغنى الناس وهو أزهد الناس في هذه الدنيا، ولذلك أحمد محمد قال ذلك، الزهد زهد القلوب، هو ألا يميل قلبك لدرهم دخل أو درهم إيش خرج، والمسألة لا تدور على غنى أو فقر. رجل قال يحب أحدنا أن يكون ملبسه حسن وثيابه حسنة، لسان قال بين أن هذا ليس من الكبر بحال من الأحوال، فالزهد لا يدخل في هذا الباب. فدخل بأحسن الثياب، وانظر إلى هذا الفقه الأول، انظر إلى الفقه الثاني، فدخل عليه فقال السلام عليكم، فقال عليك السلام يا ابن عم رسول الله. هذا يقدرون مكانتهم الآن، تعظيم المكان. لذلك أقول هؤلاء الضلال لابد أن تأتيهم بمن يتقن العلم حتى يعني يعرفوا قدره. فلذلك أنت ترى ابن باز الألباني كانت كلمة ليست بلينة في السماء تصعد سريعا لقدرهم ولعلوك وكعبهم في العلم. فقال ابن عباس لما دخل عليهم قالوا مرحبا يا ابن عباس، ما الذي أنت عليه الآن؟ أول الإنكار ويعلم ذلك الثياب، كيف تلبس هذه الثياب؟ انظر الفقه الثاني، قال هؤلاء لابد أن نجرهم لما لا يستطيعون دفعه لا مدفع لهم به، كيف يلجمهم حجرا سرعة، كيف يلقمهم حجرا عبود، انتهى الموضوع. يأتي بإيش؟ بالمعصوم، لأنهم لو قالوا نتقرب إلى الله، وتعلمون أن هناك من أوحى الله إليه وهو عصم وهو الذي قد بعث الله على هداة البشر، فلو رددتم أنتم على شفير هلك. فدخل فقال قد رأيت رسول الله، صدر الباب بذلك صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله في حلة يمنية أحسن ما تكون، لكن يقول ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء، لها أعلام حمراء يمنية، قال رأيت رسول الله في حلة يمنية القمهم حجر، فسكتوا مع انهم على تقشف وزهد. اول الفقه ودرجات الفقه من ابن عباس. ثم قال لهم، انظر الى تدريج الفقه، قال جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند ابن عم رسول الله وصهره، مش المغزى من ذلك، رأيتم جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند صهر ابن عم رسول الله وصهري، وليس فيكم احد منهم، ارايتم الفقه الراقي؟ يقول جئتكم من عند الموفقين المسددين الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وانتم لستم كذلك، انتم لستم كذلك، وهم افهم الناس لمراد رسول الله. لا ان ياتينا قوم ويقول الصحابه اصحاب صحراء ورمال، الخلف اعلم من السلف، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك ابن عباس حتى الخوارج اقروا لابن عباس ما قال، ذكاء مفرط من ابن عباس، فقيه لبيب قريب، فقالوا لهم جئتكم من عند صحابه رسول الله، يعني هؤلاء قوم قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها ولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة
لأمتي ولستم كذلك. ولذلك عقب وقال وجئتكم من عند ابن عم رسول الله. ذكر بآل البيت ابن عم رسول الله ما شرفه الله جل وعلا بهذا الشرف إلا لعلوم مكانتي عند ربي جل في علاه وصهره. يعني هو تزوج ابنة محمد، محمد يزوج ابنته لكافر. الله الذي عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ولم يناديه بحال إلا بلقبه يا أيها الرسول يا أيها النبي، يزوج ابنته لكافر، قطع الله ألسنتهم، خيرهم الله. فلذلك قال لهم من عند ابن عم رسول الله آل البيت ومن عند وصهره وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وهم ختم وهم أعلم بتأويل كلام الله منكم. فخصموا سكتوا. ثم قام قوم قالوا لما جئت ابن عباس؟ قال للمناظرة والمحاورة والمناقشة، هذا بدء دبيت رحمة به. فقال قوم هذا من قريش، وهم قوم وصفهم الله في الكتاب، هم قوم خصمون. انظر أتوا بالأداة نزلت في أبي جهل وبلعب فجعلوها في ابن عباس وابن أبي طالب والصحابة، جاء المركب هنا قال هؤلاء قوم خصمون لا تسمعوا له. فالمنصفون الذين يبحثون عن الحق نكثوا وشرزمة قليلة، وهؤلاء تجزم أن الأهواء هي التي تتحكم به. لذلك كل ما تقول أنا كنت في مكان ما في هواء شديد مع بعض هؤلاء بأفكار الضالة يكفرون أمامي، أقول لهم اتقوا الله. طب نتكلم كيف كفر؟ أقول لكم قال الله قال الرسول، منهم من يستمع الحمد لله، من يستمع لي رجع، ومن لم يستمع كاد يضربني بل كاد يقتلني، الحمد لله أن ما حدش صلى عليا، اللي كان المكان مغلق بيني وبينهم فكانت المسألة كان ممكن الصلاة تكون موجودة، لكن الغرض المقصود المنصف سيسمع. فهم جلسوا المنصفون، أما أصحاب الأهواء فلا، هؤلاء لابد من الضرب على الدماغ كما قال عمر فعلا مع من؟ مع أصبح كان يتكلم في القدر فقال أتوني به، فدخل عليه فقال أتوني بالضرب فأخذها فضرب على رأسه حتى أدماه. قال ماذا تجد؟ قال لا أجد شيئا، مسألة انتهت. فهؤلاء حتى الرجوع إلى ذلك، فالغرض المقصود قام أصحاب الأهواء ومكس الذين ينصفون يردون الحق. فقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله، يكرر على ابن عم رسول الله. فقالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله جل في علاه، فما بال الرجال يحكمون والله جل وعلا هو الحاكم، إن الحكم إلا لله. ثم بأدب جم سكت، قال هل عندكم من غيرها؟ قالوا نعم. قال أتوني بها. فقالوا أما الثانية اللي نأخذها على ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال قاتل أقواما فلم يسبق ولم يغنم. قال فنظرنا، شوف الشبه، أن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فقال لو كانوا كفارا فاستحل دماءهم، فلابد أن يستحل السبي والغنائم، كيف يفرق؟ فرق بلا مفرق بلا مفرق، وهذا كلام صحيح. قال ولو لم يكون وإن لم يكونوا كفارة فلا يجوز قتله ولا سبي منه ولا غريمة، لكنه ماذا فعل؟ أحدث، قاتلهم ولم يسبي ولم يغنم، كأنهم يجزمون ابن عباس. يقول هو بين واحدة من سنتين، إما هم كفار فتحل لنا الغنائم وحل لنا السبي لأنهم كفار، حلال الدم وحلال الدم وإيش والسبي والعرق، وإن لم يكونوا كفار فلا يجوز للقتال ابتداء، لا يجوز للقتال ولا الغنيمة ولا السبح. انظر الشياطين لا يحول لأوليائهم. فقال ابن عباس ولم يتعجل. قال الثالثة، فقالوا أما الثالثة فقد محى اسمه أمير المؤمنين، فهو إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير ليش؟ للكافرين. قالوا الرجل ليس بأعمى. قالوا إذا لو لم يكن أعمى يبقى أعور، صحيح ولا لا؟ أو قالوا الرجل مجنون أو مش مجنون، هما إما المقابل أو المقابل. قالوا له إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. مسألة منتهي، وين الفساق؟ وين المسلمين؟ وين راحوا؟ فجعلوها هكذا أو تلك. قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال بسم الله، ثم سمى الله جل في علاه وابتدا وقال، وهنا الفقه الرابع، قال أرأيتم، قبل أن يجيب، أرأيتم لو أتيتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضاد ما جئتم به ترجعون معي؟ قال اللهم نعم. هذا التأصيل، در الناس إلى تأصيل واحد يفصل لك المسألة. والله كاد قلبي يطيش صباحا، سمعت أشياء قتلتني، قلت ما أعز طلبة العلم وما أنظر طلبة العلم وما أحوج الأمة لطلبة العلم. في أمور معينة ناس تعصل لأمر معين تريد
أن تنشره بين الناس وأن لهم ذلك، لأنه يخالف حقا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من طلبة العلم وإتقان طلبة العلم. فأنت كل مجادل تقول له يقول لك قال فلان يا حبيبي قال علان، طب أنا أقول لك يقول لك أنت لا تفقه كلام النبي حتى تقول لي قال النبي، قل قال فلان. أقول لك أنت الآن تجعلني أصير خلف الرجال، والحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فاجعل هناك أرض صلبة نرجع إليها. وإن كن لا نفقه ولا نستطيع السير على الأرض الصلبة، دعنا نأتي بسيارة تسير بنا أو بالعالم النحرير نحيل على ملي يسير بنا، لكن اجعل الأرض الصلبة بيننا هو إيه؟ قال الله قال الرسول. الخوارج أفضل حالا ممن يبتدع في دين الله جل وعلا في هذه الأولاد. فقال لهم إن جئتكم بكلام من كتاب الله ومن سنة النبي ترجعون ما يقال؟ نعم. جعل الحاكم إيش؟ الكتاب. هذا هو الحاكم الصحيح، لأنك لا تفعل لا لا لا, لا تعلم شيئا ولا تتقن شيئا إلا من الله، والله هو خلاق البشر، والله جل وعلا علام الغيوب، وهذا وحي من الله جل في علاه. قالوا نعم اللهم نعم. فقال إذن الأولى هم قالوا حكم الرجال، فقال قد رأيت الله جل في علاه أحال الحكم على الرجال في ربع درهم في أرنب، وإن شاء لحكم، حين قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به أكمله. أحال الحكم على من؟ على الرجال. أحال الحكم على الرجال، ثم جاء لهم بالقياس، وهذا دقة نظر العالم. عشان كده قلت لابد من بعث العالم للداعي. الداعي ممكن يبكيهم وعلى كده يمشي يقول هذا جاهل جاهل مركب، أما العالم يستطيع يحاور ويأتي بالنظير ويقيس. فقال لهم بالله عليكم حقن دماء المسلمين أولى أم الأرنب؟ الإجابة حقن. فقال حكم الله جل وعلا في الأرنب الفدية، يعني لو قتل الصيد في الأرنب الرجلين، ألا نحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فقال لهم أيضا أرأيتم كيف قال الله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهم فبعثوا حكما من أهلهم وحكما. الله أصار أحال الحكم على من؟ سير الحكم على من؟ على حكم من أهلي وحكم أو على حكم من أهلها. قال إصلاح ذات البين بين الزوج والزوج، مع أنه مباح أن يطلق، مباح أن يطلق له أن يطلق وليس بظالم له، يطلق ما يحبه ما يشتهيها، له ذلك ولا ليس له ذلك. أما دم المرء المسلم لا يستباح له بحال من الأحوال. فالله جل وعلا في أمر مباح أن يطلقها لإصلاح ذات البين حكم رجلين. قال حقن دماء المسلمين أولى من إصلاح بين الزوج وزوجه، أن يصلح بينهم، أم إصلاح الزوج وزوجه؟ قال حقن دماء المسلمين. قال خرجت من الأولى؟ قال نعم والله قد خرجت من الأولى بإنصاف. فإذا كما قال لهم علي بن أبي طالب قال كيف تقولون إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد به باطل، قد حكم الله جل وعلا الرجال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها. فقال أما السرية قلتم، وهذا الكلام قوي جدا، وحتى ابن عباس لما أجاب يعني نزيد الإجابة على ما أجاب، ليس يعني علما منا فوق ابن عباس حاشا لله، لكن إظهارا لما أراد. هم خيروا بين أمرين أحلاهما مر. قالوا إن كان قد كفرهم حلت لنا السبايا والغنائم، وإن لم يكن قد كفرهم فلا يجوز له قتالهم. فهو حسم المادة حتى لا يكون هناك جدال، لم ينظر في مسألة إباحة القتال أو عدم إباحة القتال، لكن أتى لهم بما يخصمهم به. فقال أنتم تتكلمون عن السبي وعن الغنائم، فقال أيكم يرضى أو يرتضي أن تكون عائشة رضي الله عنها وارضاها في سبيه في سهمه يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ ثم أوقعهم فيما أوقعوه فيه بذكاء مفرط. قال لهم فأنتم بين ضلالتين، إن قلتم نعم قد كفرتم. تعرفون كيف استحللتم منها ما يستحل من غيرها وهي محرمة، وإن قلتم لأنها أم. تعال تعال تعال.
أنا أحب ذلك، تعال تعال، أنا أقول تعال وأوجز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله وأمر بالتزود منه، وهو من أفضل وأجل العبادات والقربات إلى الله عز وجل. فأفضل ما طلبه الطالب وأغنى ما كسبه الغني هو العلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس على ثلاثة أقسام، عالم رباني، وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء، أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فالعلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالنفقة والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ففضل العلم وطلبة العلم حديث لا يكفيه محاضرة أو محاضرتين، ولكن أختصر وأضرب مثلا واحد من السلف نقتدي به، وهو من باب البر بالشيخ وما يحب الشيخ حفظه الله، الإمام الشافعي العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ابن أبي حاتم: قال سمعت المزني يقول، قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع الحرف يعني الكلمة مما لم أسمع، فتود أعضائي لو أن لها أسماعا تتنعم كما تنعمت به الأذنان. فانظر سبحانه كيف يود أن تكون جسمه أو أعضاءه كله آذان، حتى يعني انظر اللذة والشهوة، فيقول: أود أنا لو أعضائي كلها آذان تتنعم بما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه، حرصك لطلب العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع لشهوته للمال. كيف صاحب المال يحرص في جمع المال ويكنزه
فكان هكذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فقيل له: كيف طلبك للعلم؟ فقال: طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غيره. فانظر امرأة أم عندما يكون لها طفل واحد ويضيع هذا الطفل، فكيف البحث؟ لا تنام لا ليل ولا نهار حتى تجد. فهكذا كان الإمام الشافعي، فلذلك وصل وبلغ ما بلغ. فكما كرر شيخنا حفظه الله: لا تحسبن المجد تمرا أنت يأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ومن أدام الطرق ولج، ومن سار على الدرب وصل. فنصيحتي نصيحتان لطلب العلم بما فيهم أنا أولهم، صحيح يا شيخ؟ الحرص للطلب الجدد، أقول لهم الحرص فاصبروا وصابروا. فكما قلنا: من صار على الدرب ولج، ومن أدام الطرق ولج. وملازمة الشيخ ونصيحة عامة للجميع، أقول لهم: حفظ اللسان عن العلماء وطلبة العلم، وكما قيل: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه على العلماء ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فالخوض في أعراض العلماء وطلبة العلم ليس بالهين، وهو فيها محق بركة العلم. فعلامة بركة العلم هو حفظ لسانك عن العلماء وما يقع بين العلماء وطلبة العلم. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله أخانا الفاضل أستاذ إيفان على ما قدم نصيحة في طلب العلم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات إلى الممات على هذا الخير، ونسأل ربنا في عليائه أن يجعلنا جميعا نتحابب فيه وأن نتعاون على البر والتقوى. بالنسبة لما قاله في مسألة الوروع في الأعراض، هذه المصيبة كبرى الغيبة، الغيبة بعدها قلنا كبيرة من الكبائر المسقطة للعدالة، هذا في أحد الناس، فما بالنا في العلماء. لكن أنا نقول هذه المسألة أيضا ليست على إطلاقها، وإلا فهناك ما يعني من لابد من الكلام فيما هو عليه حتى يحذر الناس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.